الآن. أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي دكتور خالد عبد الغفار أن الوزارة ستقدم كافة أوجه الدعم والتسهيلات المطلوبة للدارسين النيباليين أثناء الدراسة في مصر. جاء ذلك خلال استقبال الوزير لسفير دولة نيبال بالقاهرة، وذلك لبحث آليات تفعيل المزيد من أوجه التعاون بين البلدين في المجالات التعليمية والثقافية، خاصة ما يتعلق بشؤون الطلاب النيباليين الدارسين بالجامعات المصرية وزيادة عدد المنح الدراسية المقدمة لهم سواء في مرحلتي البكالوريوس أو الدراسات العليا. وقعت مصر والبنك الدولي اتفاقية لدعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 200 مليون دولار، وقام بالتوقيع كل من دكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ومدير البنك الدولي في مصر. وأوضحت نصر أن هذه الاتفاقية ستركز على زيادة حجم الائتمان المتاح للشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز إمكانية حصولها على الائتمان، حيث يهدف مشروع تحفيز ريادة الأعمال من أجل خلق فرص العمل إلى إزالة أي عقبات تواجه الشباب والنساء عند بدء النشاط التجاري. أعلنت وزارة الخارجية أن مصر قدمت دعما عاجلا لشعب السودان الشقيق من أجل المساهمة في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام. وأوضحت وزارة الخارجية أن أولى الشحنات الموجهة للسودان مكونة من 25 طنا من الأدوية. يأتي ذلك في إطار العلاقات الأزلية والأخوية بين مصر والسودان، وانطلاقا من حرص مصر على مساندة الأشقاء في السودان. أعلن المتحدث باسم الرئاسة السودانية أن 33 شخصا لقوا مصرعهم جراء حرائق الغابات التي اجتاحت 4 قرى جنوبي السودان. وأكد المتحدث في تصريحات إعلامية أن 60 شخصا آخرين أصيبوا بجروح خطيرة، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن ترتفع حصيلة القتلى جراء هذه الحرائق التي اجتاح رياح شديدة، ولم يشير إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد. وجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية اللجان المشكلة بالوزارة بمتابعة الاستعدادات لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية. وأكد شعراوي أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع المحافظات بشأن كافة الاستعدادات وتجهيز المنشآت والوقوف على آخر التطورات التي تمت على أرض الواقع لضمان ظهور مصر بالصورة اللائقة والمشرفة أمام العالم، والاستعداد لاستقبال الوفود المشاركة في البطولة.